عسلامة، أنا سمير الطيب. اليوم باش نحكي لكم حكاية الاتحاد من أجل تونس. حكايتنا اللي بدأت مع حركة التجديد، أقدم حزب في البلاد اللي تكونت فيه أجيال وأجيال حبت تونس وأملت باستقلال والجمهورية وناضلت سنين وسنين من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية. أحنا اللي قلنا النجمة القطبية تضوي في كل ثنية. أحنا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، أحنا حزب العمل الوطني الديمقراطي، احنا برشا مستقلين، احنا اللي كوننا الاتحاد من اجل تونس، احنا اللي امننا انه توحيد الديمقراطيين هو ثنيه اللي تخدم البلاد. في الاتحاد من اجل تونس سلاحنا هو برنامجنا، مبادئنا، قناعاتنا، دفعنا عليهم وبيهم اليوم هازين لمبوبه ومواصلين الثنيه. مواصلين الثنيه على خاطر نحبوا تونس تبدا بلا استبداد وبلا فساد، نحبوا تونس تبدا بلاش فقر وبلاش حرمان، نحبوا تونس بلاش تطرف وبلاش ظلاميه، نحبوا تونس بلاش ظلم وبلاش انتهازيه، نحبوا تونس تحافظ على مرافقها العموميه وعلى خدماتها الاجتماعيه، نحبوا تونس بلاد العلم والتعليم، نحبوا تونس بلاد الثقافه والابداع، نحبوا تونس بلاد المساواه، نحبوا تونس بلاد العداله الاجتماعيه، نحبوا تونس بلاد الحريه، نحبوا تونس تكون بلاد فيها الامن والعداله للناس الكل، نحبوا تونس القانون فيها فوق الكل، نحبوا تونس تضوي منوره بين البلدان، شغل، حريه، كرامه وطنيه، كلام تقال وتكتب على الورق، مع بعضنا نصلحوا ونخدموا ونبنيه وتوا نعيشوه بالحق. الاتحاد من اجل تونس يضوي ايامك.